اسمع وتقريره في صورة مثايل، فالبطولة والبطولة في القلايل، والقلايل من وتلقى نص مجيها جامع أهل الصيد من كل الفصايل، والقلايل من ديرت انعلت عقب واسم الرواها من 3 شهور فيها السير سايل، قفر ما فيها من البدوان دوعي خالية ما شف فيها زول زايل، قفر ما فيها من البدوان دوعي خالية نبتها متخلط دقه وجله وبعاضه قد هو عليها الحول حايل، وشمعتها بين فالسوم ثرها خططت فالسوم من كثرة مايل، وشمعتها بين فالسوم ثرها كل ما هب لها والغربي عليها نوشت نواش نقاض الجدايل، ما حال المقناص فيها والمعشاق الظلال حزومها للشرق مايل، ما حال المقناص فيها والمعشاق الظلال حزومها الشرق مايل، والبطولة جمع أهل إخوان شمع شاركوا بالود من كل القبائل، والقنص بوحوش وبعوق الأدمي بالخيول المسرجات وبالذلايل، والقنص بوحوش وبعوق الأدمي بالخيول المسرجات وبالذلايل، من بغى يملل مخالي في تحزم بشقار صافي ظهر ضافي شلايل، افجح الساقين له قحف مظلل للعشا في وجهه وعينه دلايل، افجح الساقين له قحف مظلل للعشا في وجهه وعينه دلايل، من جبال ايران جاي بغل جزيرة عقب رابع ليلة وكره قرن وايل، عدته يوم طراحوها كبر لدلة ما بعد غابت عليها الشمس فايل، عدته يوم طراحوها كبر لدلة ما بعد غابت الشمس فايل، ولا شاهين مثل حاله لفعله طارحين في فور رطب المحايل، عقب ما ذبح امام الربع كل حدهم واستنفذوا كل الوسايل، عقب ما ذبح امام الربع كل حدهم واستنفذوا كل الوسايل، ركزته فوق الواكر كانه مهد اقراع واللون كانه لون لايل، لارتمح من كف راعيه ودبر تحته وفوقه تلاقى الطوايل، لارتمح من كف راعيه ودبر تحته والهدف ما هو بفوز ولا جوايز، الهدف نحيي مقاني صلوايل، في ظلال الصرمي تاج المروه ناصر المظلوم كساب الجمايل، في ظلال الصرمي تاج المروه ناصر المظلوم كساب الجمايل، ظل ابو مشعل عسى ربي يدومه مزبان الجالي والاطم كل عايل، قايد النهضه ونبراس التقدم راعي الوقفه الى جات الصمايل، قايد النهضه ونبراس
ستة قدم راعي الوقفة يلاجاة الصمايل قايد النهضة ونبرا ستة قدم راعي الوقفة.